ونناقش في حلقتنا هذا المساء. المبعوثة الأممية إلى ليبيا تقول إن الوضع ما زال هشا وخطيرا. ما هي العراقيل التي تواجه طريق الحل؟ وهل أخفقت جهود الأمم المتحدة؟ الدول الأوروبية تقول إنها لن تضغط على واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي بسرعة. ما هو مصير الاتفاق في ظل إدارة جو بايدن؟ قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا أن فشل الجولة الثانية من منتدى الحوار الليبي سوف يجبرها على البحث عن حل آخر. ما هو هذا الحل؟ وهل انتهت وظيفة المنتدى إلى الفشل بعدما تكللت أجواؤه بشبهات الفساد؟ وما هي الخيارات المتبقية للأمم المتحدة وللدول التي رعت حوارات الليبيين المختلفة؟ المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز سجلت فشلا آخر لملتقى الحوار الليبي في تونس، بالرغم من أنها وعدت بتقديم حل يضمن الشفافية بين المتحاورين، إلا أن الهوة بينهم لا تبدو قابلة للردم. السبب الظاهري للفشل هو عدم التوافق على آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية. أما السبب الحقيقي فهو ما يقف خلف تلك الآلية من الأسماء. والأسماء أصبحت موضع تنازع بسبب ما أثير من شبهات حول رشا تلقاها بعض المشاركين في المنتدى لتنصيب شخصيات تابعة لجماعة الإخوان. السرية في الترشيحات هي أحد الحلول التي تقترحها ويليامز، إلا أنها تريد أيضا أن تنتظر نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه الأمم المتحدة في هذه المسألة، وهو ما قد يعني استبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم فيها وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي. وهذا يطال في الواقع أسماء قيادات يمكنها أن تدمر كل شيء. وبينما كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا أن نحو مليون شخص يحتاج إلى مساعدات في بلد يضم 392 ألف نازح و585 ألف مهاجر ولاجئ، فقد كشف ديوان المحاسبة الليبي تفاصيل جديدة عن فساد حكومة طرابلس وأهدارها للمال العام. الديوان قال في تقرير له أن صندوق التأمين الصحي الذي تديره الحكومة أسس شركة وهمية في تونس تقوم بإسناد الأعمال لشركة أخرى بالباطل مقابل 800 من الأتعاب. وأضاف أن الصندوق استخدم التحايل الضريبي برأس مال تجاوز 100 مليون دينار ليبي. الوضع في ليبيا لا يزال هشا وخطيرا بحسب ويليامز، إلا أن تعثر الحل له معناه أيضا، فالفساد الذي مد بساطه إلى حوار تونس ليس من الوارد أن يتخلى عن مكاسبه ولا عن سلطته، حتى لتبدو العقوبات التي هددت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا قبل 3 أيام هي الحل الوحيد المتبقي. لنقاش هذا الموضوع رحب بضيفي من بنغازي السيد السنوسي حليق نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، ومن القاهرة السيد محمد الأسمر رئيس المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية أو من طنجة يبدو معنا السيد محمد. طيب أبدأ من بنغازي معك سيد السنوسي. المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفن ويليامز تقول بأن الأوضاع في ليبيا لا تزال خطيرة وهشة، هي لا تأتي بجديد طبعا، لكن ما الذي تعكسه هذه المواقف وهذه التحضيرات أو التحذيرات والمخاوف من مجريات الحوار في تونس والعقبات أمامه فعلا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. مساء الخير لكل السيادة المشاهدين. هذا سؤال جيد، ولكن السؤال يطرح نفسه، لأن كانت الـ 75 الاختيار كان الاختيار غير جيد، يعني الاختيار كان من البداية كان الاختيار ليس على أسس علمية أو أسس
إقليمية أو أسس، يعني كان الاختيار سيء مع الأسف. ولكن الآن قدر الله ما شاء فعل، يعني إذا كان الاختيار المعطيات سيئة المخرجات سيئة يعني. ولكن حقيقة هذه نقطة مهمة، يعني نحن يكفي أن جلسنا في تونس وتجد كل أخوتك الليبيين والأصدقاء والوطنيين، فيتقوا الله في أنفسهم، ضروري يطلعوا البلاد من هذا المنزلق الخطير. يعني الآن هذه آخر فرصة للشعب الليبي مع الأسف، يعني هذه فرصة إذا كان ما استغليناها راح ندخله في حرب يعني. ومن هو خسران؟ هو أبناء ليبيا، وليبيا ووطننا يتدمر يعني، ومع الأسف أهلنا يتشردوا. من مصلحة واحد أنه يكون رئيس ولا يكون نائب ولا يكون يعني، فرض الناس تتقي الله يعني، تتقي الله في هالدماء، وتتقي الله. الليبيين الآن متشردين، الآن الليبيين في أمس الحاجة في بعض المناطق للأمن والأمان، ما عدا في المنطقة الشرقية يعني، والمنطقة الجنوبية الشرقية أو الجنوب الغربي في جزء كبير من الأمن والأمان بفضل الله وفضل رجال الجيش والشرطة. ولكن في نفس الوقت ضروري يكون في حل. يعني نحن الآن نختلف، والحل موجود. ممكن كان الأمم المتحدة كانت تقول حقيقة ما يبوش هم اللي مساهمين في عدم التوافق، هذا شيء ثاني. الآن نحن متفقين في برقة، طلعنا عقيلة صالح، برقة كلها متفقة عليه، يعني وين المشكلة يعني؟ والغرب يختلفوا يتفقوا غصبا عنهم، ضروري يطلعوا بنتيجة. لكن ما نبوش من يطلع من يحمل الأفكار المتطرفة يعني. نرجع للمربع الأول قبل 2014 يعني، هذا شيء طيب. مخيف يعني. جميل، أذهب للسيد محمد الأسمر معنا من القاهرة. سيد محمد مساء الخير، مرحبا بك معنا. بهذه التحذيرات وهذه المخاوف على لسان المبعوثة الأممية بالإنابة، ما الذي تعكسه فعلا عما يجري من هذا الحوار القائم والمستمر والمتعثر حينا وربما أحيانا أكثر في تونس؟ أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. إن الآراء التي كانت دائما تنادي وتقول قبل كل مسار حواري ترعاه البعثة الأممية بأن هذه مجهودات لإطالة عمر الأزمة وتدويرها وإنتاج وجه آخر للفساد القائم، يبدو أن هذه النظريات فعلا صحيحة وهي لا تضرب رجما بالغيب باعتبار النتائج. ما وصلت إليه الآن البعثة، أولا هناك أمرين بالنسبة للسيدة ستيفاني المبعوثة بالتكليف. أولا هي أرادت حرق مراحل حتى تنجز مهمة كان يجب عليها أن تقوم بها لاعتباراتها المهنية والوظيفية قبل استلام نيكولاي المبعوث الجديد، هذا من ناحية. وأن حتى الإجراءات التي تحدثت عنها التي يمكن الانتقال إليها بعد أن فشلت كل هذه المحاولات مناطة باللجنة الجديدة في البعثة الجديدة بصلاحيات الأمين العام. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو الحقيقة الأمم المتحدة، ما هو الحل الذي يجب أن تقوم به؟ هو يجب أن تتجه باتجاه الحل الصحيح، لأن كل مطروح هي ليست حلولة باتجاه الصحيح. على سبيل المثال الآن تعكف البعثة الأممية بإحالة الإجراءات المتعلقة بالرشاوى والتسجيلات والتسريبات للجنة خبراء في مجلس الأمن لكي تقر إجراءاتها بذلك وفقا للبروتوكولات النافذة، بينما كان في إمكان البعثة وعلى رأسها السيدة ستيفاني أن تقوم بسحب وتغيير هؤلاء الذين يقومون بالترشيح أو الاعتراض على المرشحون، لأن هي من اختارت هذه الشخصيات، أعضاء النواب والمجلس الشعبي الأعلى للدولة والبقية من الذين يشكلون المناطق حسب الديموغرافيا الليبية، لم يتم اختيارهم بمرجعية اجتماعية أو حواضن سياسية أو مكونات ليبية. وبالتالي خيارات البعثة، نعم نحن ندين هذه التصرفات المتمثلة في المال السياسي الفاسد وشراء الذمم، وهذا عمل غير أخلاقي وغير وطني، ولكن أيضا المسؤولية تقع على البعثة بأن هذه هي نتائج اختياراتها. لماذا؟ لأن تسريبا كان في الثاني من سبتمبر الماضي قبل الإعلان رسميا عن هذه القائمة
وهي بداية القائمة الأصلية عندما تم تسريب كل الفئات المجتمع الليبي شرقا وغربا شمالا وجنوبا اعترضت على ذلك وذكرت بعض الشخصيات بالاسم وهي الآن متهمة بالتورط في استقبال الرشا أو توجيهها فيما يتعلق بالانتخابات واختيار الشخصيات ولكن البعثة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار إذن مسؤولية كبيرة تقع على سأعود وأخوض في هذه النقطة سيدي محمد لكن في هذه المرحلة بعد هذه الأيام والأسابيع من الحوار في تونس وفي غيرها من المحطات كيف بالإمكان تقييم هذا المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة هل وصل فعلا أمام هذه العقبات إلى طريق مسدود أم لا زال بالإمكان إنقاذه على الإطلاق تماما هذا المسار لم ينتج أي شيء وإذا كانت هناك إجراءات أخرى ليست لإنقاذ هذا المسار ولكن لإنتاج مسار جديد برؤية جديدة لأن المسار السياسي خاصة الذي التأم بملتقى الحضوري التقابلي في 9 نوفمبر في تونس كان مناطن به أن ينتج 3 نقاط هي الأساسية أولا إنتاج حكومة تنفيذية ذات توافقية وأيضا هي مؤقتة وبالتالي عندما لم يتم إنتاجها فشلت النقطتين الأخرتين أصلا بالتبعية وهي معايير ترشح المناصب العليا والتفاهم على القوانين والقواعد الدستورية فيما يتعلق بالانتخاب فشل هذا الملتقى وهذا المسار تماما إذ لم ينتج من أي هذه النقاط وحتى عندما تم إعادة الالتئام في جلستين بشأن آليات الاختيار والتصويت لتنصيب المناصب العليا الرئيس ونائبين ورئيس الحكومة قد فشل هذا تماما إلى حد الآن إذن المنطلق خاطئ وبالتالي لا يمكن الترميم لا يمكن الإصلاح بل الانطلاق بعمل جديد مبادرة جديدة تكون جميل. مرجعيتها الحواضر الاجتماعية والسياسية الليبية يجب الرجوع إلى الليبيين كمكونات ومناطق لاختيار من يمثلهم في هذه اللقاءات وأيضا إعطاء الفرصة الحقيقية للوطنيين الذين تتقدم بهم مناطقهم وذويهم لتغليب المصلحة جميل. الوطنية الليبية عن المصالح الدولية التي تتقاطع وكما شهدنا لم تجد نفعا في الشأن الليبي نعم ما رأيك سيد السنوسي ما تقييم هذه الجلسات من الحوار هل وصلت فعلا لطريق مسدود أم ربما الحديث عن هذا الجانب لا يعكس صورة دقيقة وواضحة لما يجري هناك في ضوء هذه الجهود المستمرة من المبعوثة الأممية أولا الأمم المتحدة يعني موقفها ما الآن هي في مأزق لكن في نفس الوقت ليبيا لم تبنى بالعزومة لكن يعني للآن الواحد يدور في حلقة مفرغة إذا كان قالوا هم دايرين 4 مخرجات أساسية المخرج الأول رئيس وينتمي لأي دائرة من الدوائر الثلاثة ونائب الرئيس نفس الشيء يعني هم دايرين 4 نقاط و4 نقاط يعني كل فيهن الحلول لكن الحل اللي يسبب الأزمة في هذا الموضوع إذا كان تقول لي نرجع للـ 75 من اختارهم ومن اختارهم بأي معيار اخترتهم والـ 75 ما فيش تجانس معاهم ما فيش تجانس في الـ 75 ليش لأن فيه الوطنيين التيار الوطني مش موجود التيار الوسطي مش موجود الفبرايرين مش موجودين السبتمبر مش موجودين موجودين بعدد بسيط نحن الآن نبو نطلع من هذا المنزلق المنزلق الخطير ضروري نطلع من هذا المنزلق عشان ننقذ ليبيا وننقذ قتل أبنائنا من جديد ليه لأن فيه ما يقارب عن 15-20 ألف جندي سوري وتركي قاعدين في المنطقة الغربية ويجهزوا في مطاراتهم يعني ناويين الحرب وناويين دمار الوطن ويعني راح يصير ليبيا تدخل في نفق سيء ونحن لسنا لهذا نحن نبو الأمن نبو الأمام لسنا دعاة حرب نبو إيقاف هذا النزيف طيب. ضروري المسؤولين اللي الآن أخذوا الثقة من الشعب الليبي ويمثلوا مناطقهم ضروري يتقوا الله يعني يتقوا الله في أنفسهم أقل شيء واحد يتنازل للثاني من أجل مصلحة ليبيا لكن أما نكون الأسماء الجدلية أو النقاش بيزنطي ما لش أي معنى مع الأسف يعني لكن سيد السنوسي هل الحديث والتساؤل دائما عن مدى وحجم التمثيل
هل يظل في محله هذا الطرح، لا سيما في هذه المرحلة التي تتسارع فيها هذه الجهود الأممية والدولية للوصول لحل؟ هناك من يقول بأنه صحيح قد تكون الأمم المتحدة هي من وضعت معايير الاختيار، لكن القوى الحاضرة على الأرض السياسية وغيرها هي من دفعت بالأسماء الحاضرة في هذه اللقاءات والاجتماعات، أليس كذلك؟ والله في قولين لهذا النقاش. مع الأسف نحن المعيار الذي قاموا به معيار غير صحيح يعني، وفي نفس الوقت المعايير، هل معيار إقليمي، هل معيار مناطقي، هل معيار قبلي، هل معيار تيار سياسي، لا نفهم هذا. لكن الآن نحن في حصيلة يعني نبي أقل حاجة حتى من الدولة التونسية يكون عندهم تدخل لتم هذه المعاناة للشعب الليبي. يعني ضروري يكون في حل، يعني هو كل العمر شهر سنة، يعني سنة كيف ما تجي يعني. لكن في نفس الوقت ما نبيش نطلع قصة السنة ونطلع من سيء لأسوأ، هذه اللي نحن خايفين منها. جانب آخر فيه بعض الناس مختارين ناس ما فينيش شك يعني، طيب. ناس من التيار الوسطي والتيار اللي يبي الدولة المدنية ومن التيار الوطني، يعني ما فيش خلاف. لكن المشكلة مش هذه، المشكلة إذا كان فشل هذا الحوار فمع الأسف رح ندخلوا في أفاق سيئة وندخلوا في نطاق لا يحمد عقباه. في نفس الوقت يعني حتى الأمم المتحدة أنا استغرب تخدم على أي هيكلية، على أي هيكلية إدارية، في شيء غايب عن الواقع يعني. توا مختارين بعض الأفراد جايبينهم لهم 10 سنوات خارج ليبيا، طيب. ما يعلمش ماذا هو حصل في ليبيا. تجي تبي يحكي لي على ليبيا يقول لك والله أنا نبي كذا، أنت وصرت قاعد برا، نحن نبو من اللي قاعد يعاني في معاناة الليبيين، عندنا دكاترة وعندنا ناس مختصين، واضح. فهذه نقطة مهمة يعني، صحيح. لكن على أي حال أنا متفائل خير في هذه المرحلة. ليش؟ لأن 5+5 كانت خطوة مباركة وتقريب وجهة النظر، صحيح. والعسكريين عندهم انضباط والآن موجودين في سرت ووضعهم ماشي كويس، صحيح. لكن الأمال تظل معقودة أن تكون المحطات والمسارات الأخرى بنفس هذا الانضباط الذي أشرت إليه للمسار العسكري. لكن سيد محمد الأسمر، في القاهرة أشرت لشبهات الفساد التي يدور الحديث عنها والريشة التي سعى البعض لتقديمها لبعض الحاضرين في هذه الاجتماعات للدفع باتجاه ترشيحات معينة. هل تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية عن ذلك؟ هل تتحمل المبعوثة بالإنابة المسؤولية عن ذلك؟ فعلا لا سيما بأنه قد يقول قائل ما ذنب الراعي لهذا الحوار إذا كان البعض يدفع بهذه الطرق لإعادة تدوير نفس الأسماء التي ظلت حاضرة طيلة السنوات الماضية؟ نعم، هو هذا وذاك، العمل هذا مشين وغير أخلاقي وغير وطني ويجب المحاسبة عليه، ولكن مسؤولية الأمم المتحدة في بعثتها أن هي من اختارت هذا الشخص ولم هؤلاء الأشخاص 75، وهي لم توضح حتى في بياناتها آليات الاختيار، كما هو الحال عندما كل الملتقيات حتى مؤتمر غدامس الذي كان من 14 إلى 16 من 2019، المؤتمر الوطني الجامع الليبي قبل انعقاده ب3-4 أيام لم يعلم الليبيون من يمثلهم ولا يعلمون حتى جدول الأعمال. بذات الكيفية الأمم المتحدة مسؤولة لعدم إفصاحها وتبيانها عن آلية الخيارات واندفع بهؤلاء أولا. ثانيا هي أيضا الأمم المتحدة مذنبة ومقصرة لإطالة أمد هذا المسار بدون نتائج. لماذا؟ لأن إحالتهم المجلس الأمل وانتظار النتائج من لجنة الخبراء تفويتا وتضييعا للوقت، بينما هي لديها الآلية باستبعاد اللجنة كاملة طالما حدث خللا حتى قبل الإثبات، وبعد ذلك تتم الرجوع إلى لجنة الخبراء وفق النظام الأساسي لعمل مجلس الأمل وإدانتهم بالقوانين واللوائح التشريعية النافذة داخل ليبيا، وبما يتطلب واقع الحال في اتفاقيات جنيف الأربعة المتعلقة بالعمل الدبلوماسي. هذا من جهة سيد محمد، ألا يفتح هذا التعاطين مضة المبعوثة بالإنابة لهذه الخطوة باستبعاد البعض الذي تدور حول شبهات التعاطي مع هذا الفساد، لا تفتح على نفسها أبواب الجدل الكبير والاتهامات ربما بالتحيز وإقصاء طرف على حساب آخر؟ فبالتالي يبدو بأنها لجأت إلى رمي كل هذا الملف ورمي الكرة تماما لمجلس الأمن.
لا ليس كذلك بالضبط، لأن هذه الخيارات التي أتت في فترة زمنية قصيرة بصلاحيات تامة منها، وهي تحمل صلاحيات الأمن العام بعد استقالة غسان سلامة في 2 مارس، يمكنها إصدار مذكرة بذلك من المكتب القانوني وإعادة الترتيبات، خاصة أن هذه القرارات صدرت في أقل من شهر. الآن بعد التئام 9 نوفمبر سندخل في غضون 30 يوما ولم نحرز على أي نتائج نتيجة لهذه الممارسات والتلاعبات، وأن هؤلاء أيضا باختياراتها هم الذين يعيقون حتى عملية الآليات. كان ممنوعا ترشيح من كان يتولى مناصب في 2014 فيما بعدها، أصبح متاحا بعد عدم الحصول على 54 صوتا من المعارضين لذلك، والعديد من التفاصيل هي نتيجة لهذه التركيبة اللا توافقية التي ذهبت بالاجتماع هناك. على سبيل المثال، حتى الإخوان المسلمين الذين واجهوا معارضة كبيرة في المشاركة، نحن لسنا ضد مشاركة أي ليبي، حتى الإخوان المسلمين كليبيين من حقهم مشاركة، ولكن وفقهم لحجمهم الطبيعي في الديموغرافيا الليبية، وفقا لحجمهم السياسي والاجتماعي، وأيضا عدم إجحاف باقي المكونات الأخرى وإعطائها حقها بالقدر المناسب لها في توزيعها الجغرافي والاجتماعي ومدى الحاضنة الشعبية والجماهيرية التي تمتلكها. وعودا على موضوع الفساد المال السياسي، هذا ليس بالجديد، مارس الإخوان المسلمون ذلك في 2013 2014 بعد أن لم يتم الفوز الانتخابات البرلمانية، تم تصميم الصخرات من أجلهم لكي يبقى المؤتمر الوطني الذي لم يريد، وأغلبية الإخوان المسلمين الذي لم يريد التسليم للبرلمان، وتم تصميم من أجلهم ما يسمى الشارع أعلى من الدولة، 134 من أعضاء المؤتمر الوطني السابق من أصل 145. وإذا سمحت لي إضافة بسيطة لكي لا نتجاوزها، أننا نقدر الدول العربية تونس والمغرب الذين يستضيفون هذه اللقاءات، والضيف الكريم أشار إذا لو حبذا تدخلت تونس، هم في تونس نقدر المشاعر العربية والقومية، ولكنهم لا يملكون حلا أو تدخلا، هم دول مستضيفة. المشكل الليبي حصل بتدخل دول كبرى ولا زالت تتدخل إلى حد الآن، وهذه الأموال الهائلة في ليبيا والمقدرات التي تم نهبها هي أكبر من إمكانيات وقدرات الدول المجاورة، خاصة تونس التي لا زالت تتعافى من مرحلة مريرة كانت تمر بها. جميل. ولا زالت وإذ نشد على أيديهم، ولكن المشكل الليبي هو أكبر من مجهود هؤلاء قاطبة لأن يبادروا بالحل، لأن من بيده الحل الآن هو السبب، لأن ليبيا تحت الوصاية الدولية منذ عام 2011. يما يتم رفع الأسر عن كامل ليبيا وترك الأمر للشعب الليبي، أن المجتمع الدولي يلتزم بما آل به على نفسه. نعم سيد السنوسي، تعاطي الأمم المتحدة مع هذه شبهات الفساد التي تحيط بجلسات الحوار في تونس، هل تراه مناسبا؟ هل إلقاء الكرة لملعب مجلس الأمن للتعاطي مع هذا الموضوع، هل هو في محله أم ماذا؟ أولا، مجلس الأمن موقفه واضح، يعني موقفه واضح وسلم ما يسلم للبعثة الأممية. القضية في تدخل خارجي، في تدخل من دول لا تبي الاستقرار الليبي، لا تبي الأمان. يعني لو كان الآن النقاش ليبي كان محلول، يا ريت الأمم المتحدة تتجرأ تدير حاجة واحدة، تجيب لنا 75 هذه ينزلون فيها واحدة من صحرات ليبيا، يديرون لنا خيام ويحطوهم غادي، ما يطلعوا من غادي لين متفقين، ونمنع عليهم التليفونات، ونمنع عليهم الاتصالات الدولية، ونمنع عليهم المخابرات الأجنبية التي تتدخل في شؤون الداخلية الليبية، ونمنع عليهم الاتصالات مع الدول التي لا تحب الاستقرار والأمن في ليبيا. تو الحل يجي هنا وتو الليبيين يتوازوا. خلافنا في ليبيا ليس خلاف ليبي، خلاف إقليمي وخلاف مطامع خارجية. ومع الأسف معظم الليبيين، مع احترامي للبعض، ضعفاء النفوس. يعني الوطن والدين، كيف نتخلى على ليبيا؟ أنا قاعد نتبع علشان يعطوني وزير ولا رئيس ولا ليبيا. أكبر من هذا، الآن الليبيين في أمس الحاجة لأبسط الأمور، لأبسط الأمور. الناس لا عندها دواء، لا عندها استقرار نفسي، لا عندها استقرار مالي، لا. يعني الشعب تعبان، ما فيش حد تو الآن الناس تجي تقعد في مكان وتقعد هدرس تقول لك والله نحن نبو الرئيس فلان نبو فلان. نحن طيب. الأفراد ما يمثلوا عندنا شيء، الأفراد في نظرتي الخاصة أنا لا يمثلوا شيء. الوطن والدين، والوطن واضح. أهم من الأفراد. الأفراد موجودين باليوم وبكرة مش قاعدين، لكن ضروري يكون في حل. أمم المتحدة الآن أمامها خيار واحد ليس خيارين، كل إقليم يختار من يجيبه ويتنفذ فقط، إذا كان هم صادقين وهم طالبين أمن ليبيا واستقرار ليبيا.
نحن في برقة ما نش مختلفين، في أقل من 24 ساعة نختاروا الرئيس والنواب متاعه. نفس الشيء طرابلس، نفس الشيء الجنوب، نفس الشيء، ما عندناش مشكلة نحن وضع. لكن الخيار يجوا ويطلعوا من جوهر الموضوع ويدخلوا لا والله نحن في 75. أنت كيف 75 هذه؟ من اللي جابهم؟ من اللي اختارهم؟ في بعض طيب. منهم يعني بالوقت المتبقي سيد السنوسي بالقضية الليبية بكر. بالوقت المتبقي معنا في النقاش، معلش اسمح لي أذهب للسيد محمد الأسمر. سيد محمد، هذا الحوار في تونس يترافق معه حوار آخر في المغرب، هل هو حوار مكمل أم ربما بديل كما يرى البعض؟ لا، هو يتوافق ليس بديلا ولكن في السياق العام. لماذا؟ لأن هذه الجلسة الاستشارية للبرلمان في طنجة هي لاجتماعهم داخل ليبيا بنصاب كامل. لماذا قلنا يتوافق مع ما يجري من حوارات في تونس؟ لأن كانت هناك مبادرة في شهر يوليو 2019 باجتماع النواب المقاطعين والنواب الملتزمين في القاهرة بمبادرة مجلس النواب المصري، عقبه اجتماع آخر أيضا في القاهرة في سبتمبر، تم الاتفاق على عقد اجتماع داخل ليبيا في غدامس أو غات في الجنوب آنذاك، لم ينجح هذا. ولكن الآن بالمسار السياسي الجديد أصبح البرلمانيون مرغمون حقيقة لأن يشبعوا داخل ليبيا بالنصاب، لأن عليهم استحقاقات إذا لم يقوموا بتنفيذها فإن الألية التي وضعتها البعثة الأممية سوف تتجاوزهم وتقفز عليهم وتتعداهم إلى لجنة الحوار. مثلا على سبيل المثال، إذا لم يقم البرلمان بنصاب كامل باعتماد الحكومة التي سيتم إنتاجها في خلال 10 أيام، سيتم إحالة هذا الاعتماد إلى لجنة الحوار، وبالتالي يفقد البرلمان جزء كبير من مهامه، بل مهمة أصيلة. وكذلك فيما يتعلق باعتماد إعلان المسار الدستوري خاصة فيما يتعلق بالاستفتاء على الانتخابات، إذا لم يتم ذلك في 60 يوما مع لجنة المسار الدستوري سيتم تجاوزهم ونقل هذه الصلاحيات بذات الكيفية إلى لجنة الحوار. أنهم باختلافهم وعدم التقائهم في مكان الاجتماع المقرر وفقا للإعلان الدستوري فإن سيتم تجاوزهم بالألية الجديدة. هم شكرا. الحقيقة لم يستفيدوا من المبادرة التي تقدم بها القاهرة من يوليو 2019، والآن وقت ضيق جدا، سيستمعون يوم يجتمعون الاثنين القادم في غدامس لتقرير بعض المسائل، يتحدثون أيضا حتى على تغيير المجلس الرئاسي وفقا للبرلمان طبعا، وفقا للإعلان الدستوري هذا يتأتى إذا تم موافقة 120 من الأعضاء بذلك. نعم. وفقط أن أي ما يتم طرحه من جدول الأعمال يجب أن لا يتعارض مع التعديل الدستوري 2014 المنظم للعمل البرلماني داخل ليبيا. شكرا، شكرا جزيلا. وقت هذا الملف انتهى تماما، اشكرك جزيلا الشكر ضيفنا من القاهره السيد محمد الاسمر رئيس المركز الليبي للدراسات الاستراتيجيه. معلش عذرنا سيد محمد، طرنا بك الى طنجه في بدايه الحوار. ومن بنغازي ايضا الشكر موصول للسيد السنوسي حليق نائب رئيس المجلس الاعلى للقبائل الليبيه، شكرا جزيلا لكم. هذه الحلقه مستمره وفيها الدول الأوروبية تقول إنها لن تضغط على واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي بسرعة. أهلا بكم من جديد. قدم المسؤولون الأوروبيون إشارات على أنهم ليسوا على عجلة من أمرهم في شأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران. ما الذي تغير في الموقف الأوروبي؟ وهل يمكن للإدارة الأمريكية الجديدة أن تعود إلى الاتفاق من دون شروط إضافية؟ وهل تقبل بها طهران؟ طريق الإدارة الأمريكية الجديدة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لا يبدو مفروشا بالورود. إيران هي التي وضعت العقبة الأولى عندما أعلن مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي إنه لن تكون هناك مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق، وهو ما يعني أن على الولايات المتحدة أن تعود إلى الاتفاق كما خرجت منه. إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن تقول إنها تريد العودة إلى الاتفاق إذا ما التزمت إيران بتعهداتها فيه، وهذه الإذا تحمل في طياتها تدقيقا في الخروقات التي لم تخفي إيران أنها قامت بها أصلا. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن أوروبا لن تضغط على إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق مع إيران بسرعة،
ويوم غد على الأقل سوف تبدأ في بلدة أنتويرب في بلجيكا محاكمة 4 متهمين إيرانيين، بينهم أسد الأسدي السكرتير الثالث في السفارة الإيرانية في فيينا بمحاولة تفجير مؤتمر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في إحدى ضواحي باريس عام 2018 بقنبلة كانت يمكن أن تترك ضحايا في محيط يبلغ قطره 100 متر. والأمر بالنسبة للأوروبيين هو أن إيران بلد يشكل تهديداً لأوروبا بمقدار ما يشكل تهديداً للولايات المتحدة ولدول المنطقة الأخرى، كما أن أبحاثها النووية لم تتوقف بل أنها باتت قادرة على الانطلاق بعمليات التخصيب إلى المستوى السابق على توقيع الاتفاق. الأوروبيون ما زالوا يدعمون الاتفاق النووي، إما من وجهة النظر الداعية إلى الحد من تنامي الخطر النووي ومن أجل بعض مصالح التبادل التجاري أيضا. ولكن رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد بدوره أن اتفاق 2015 قد يحتاج إلى تغييرات، قائلا إنه ليس ضد فكرة تعديله وتوسيعه. توسيع الاتفاق يعني حصراً إضافة شروط أخرى تحد من التهديد الذي تمثله إيران على الاستقرار في المنطقة. إيران ردت على هذا الطلب مسبقاً بوضع العقبة الأولى في طريق لا ورود فيه. لنقاش هذا الموضوع رحب بضيفي من واشنطن عبر سكايب السيد حسن هاشميان المختص بالشأن الإيراني، ومن باريس الدكتور رامي خليفة العلي أستاذ الفلسفة السياسية. مساء الخير، مرحبا بكما. أبدأ من باريس معك دكتور رامي. صحيفة وول ستريت جورنال تقول وفقا لمسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى بأن الأطراف الأوروبية لن تضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة للعودة سريعا للاتفاق النووي. قراءتك لذلك، هل من تفسير لهذا التوجه؟ هل نحن ربما أمام مقاربة أوروبية جديدة للتعاطي مع هذا الملف؟ باعتقادي نعم. بداية أهلا بك وبضيفك وبمشاهديك الكرام. باعتقادي نعم، هنالك مقاربة أوروبية لأن أوروبا باتت تستشعر بأن هنالك فلسفة جديدة في البيت الأبيض، وبالتالي ذلك يجسر الحقول التي فصلت ما بين أوروبا وإدارة ترامب طوال السنوات الماضية، وذلك سوف ينعكس على الملفات الكبرى على الصعيد الدولي. بالرغم من أن هنالك معارضة لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، إلا أن أوروبا لطالما انتقدت السياسات الإيرانية الأخرى، وبالتالي إذا ما كان ثمن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي هو تغيير في سياسات الجانب الإيراني فيما يتعلق بالملفات الأخرى، فإن أوروبا سوف ترحب بذلك. إلى الآن الحقيقة بالرغم من التصريحات التي تبديها إدارة بايدن، سواء على لسان بايدن ذاته أو أعضاء من إدارته، على أن هنالك رغبة بالعودة إلى الاتفاق النووي، لا نعلم ما هو الثمن الذي سوف تطلبه الإدارة. على الأقل أوروبيا وربما حتى في دول أخرى في الشرق الأوسط هنالك رغبة أن تغير إيران من سياستها في ملفات أخرى بالإضافة إلى الاتفاق النووي. نحن نتحدث عن تطوير البرنامج الصاروخي الباليستي الذي يمثل تهديدا لدول المنطقة، نتحدث أيضا عن دعم إيران للجماعات الإرهابية والراديكالية في المنطقة، حزب الله، الحوثيين على سبيل المثال للحصر، وكذلك سياسات إيران الرامية إلى الهيمنة على المنطقة والتدخل في شؤون دول الجوار الداخلية. كل ذلك الحقيقة حتى الآن إيران لم تعطي إشارات على أنها يمكن أن تذهب في هذا الصدد. إيران تريد أن يكون هنالك، حتى وإن كان هنالك تفاوضات، طبعا هي في البداية لا تريد أي مفاوضات، وتريد أن كما ذكر في التقرير عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق كما خرجت، ولكن حتى في حال حدوث مفاوضات فإن هذه المفاوضات تريدها إيران مقتصرة على الملف النووي، ولا تتعداه إلى الملفات الأخرى التي هي مثار قلق المجتمع الدولي برمته. ولكن باعتقادي أن هنالك محاولات أوروبية للضغط باتجاه مفاوضات حول ملفات أخرى حارقة في المنطقة برمتها. ما رأيك سيد حسن عن عدم الاستعجال الأوروبي لعودة واشنطن للاتفاق النووي؟ إلى مدى يقابل أيضا عدم استعجال أمريكا للمضي على هذا المسار؟
نعم، تحية لكم الضيف الكريم ومشاهدين البرنامج. يعني حوالي قبل أسبوع وزيراء خارجية فرنسا وألمانيا نشروا مقال في صحيفة أوروبية وأيضا صحيفة أمريكية مشتركة، تحدثوا بأن الرجوع السريع إلى الاتفاقية النووية ستكون رؤية ساذجة ولا يقبلوا بهذه الرؤية بهذا الشكل. أنا أعتقد أن بايدن يتفق تماما مع هذه الرؤية بأن لا رجوع سريع للاتفاقية النووية. النقطة الثانية، هناك مشروع فرنسي طرح في زمن ترامب، وأعتقد قبل عام من رئيس ماكرون، يتركز على ثلاث نقاط. النقطة الأولى مستقبل الاتفاقية النووية بعد 2025، النقطة الثانية تتعلق بصواريخ إيران، والنقطة الثالثة تتعلق بتدخلات إيران في شؤون دول المنطقة. وهذا يعني طرح هذا المشروع من قبل الرئيس الفرنسي، والحديث حوله يعني قبول تعديلات بالاتفاقية النووية أو دخول في مفاوضات في اتفاقية نووية جديدة. النقطة التالية والأهم، أوروبا ترفض رؤية محمد جواد ظريف عندما كتب مقالة في أحد الصحف الخارجية وربط بين الرجوع إلى الالتزامات الاتفاق النووي من جانب إيران ورفع العقوبات. هذه النظرة مرفوضة من قبل الدول الأوروبية وأيضا مرفوضة من قبل جو بايدن. لذلك نحن نشهد هناك تناغم كبير بين رؤية جو بايدن والرؤية الأوروبية، وسنشهد تعاون كبير بين الجانبين. وإيران على الرغم الشعارات التي الآن نسمعها، وهناك تهويل إعلامي حول انتصارهم على ترامب وانتحار الأعداء وما شابه ذلك، ولكن عليها أن ترجع إلى هذه النقاط، وعليها إذا تريد رفع العقوبات عليها الدخول في مفاوضات لهذه النقاط. طيب، لكن حتى في ضوء هذه المقاربة الأوروبية، سيد حسن هاشميان، هناك من قال، وصحيفة وول ستريت جورنال أيضا ربطت هذا التريث الأوروبي بمحاولة انتظار ما الذي يمكن أن تفضي إليه الانتخابات الإيرانية الصيف المقبل. ما أرضية هذا الربط بتصورك؟ هل هي محاولة أوروبية ربما للانتظار وقراءة ما الذي يمكن أن يفضي إليه أي تحرك في الداخل الإيراني فعلا؟ هذا هو صحيح في ظاهر الآن، بأن هناك صراع بين المتشددين والبراغماتيين في داخل إيران، ولكن موضوع الملف النووي ورفع العقوبات من داخل إيران هو يرجع إلى كل النظام وليس التيارات المتصارعة، يرجع إلى علي خامنئي وقرار علي خامنئي في هذا الموضوع. لذلك أنا لا أعتقد أن الأوروبيين يعني ينحدرون إلى هذه السذاجة، بأن لا يعرفوا أن هذا الموضوع هو بيد علي خامنئي، وعلي خامنئي الذي هو سيغرر. هناك لا توجد انتخابات من قبل الشعب الإيراني، بل علي خامنئي هو سيعين الرئيس القادم. أما يأتي من مجموعة البراغماتيين وربما محمد جواد ظريف الوزير الخارجي الحالي، أو يأتي من الجنرالات الحرس الذين الآن رشحوا أنفسهم لهذه الانتخابات. أنا أعتقد علي خامنئي في هذه المرحلة بعده لم يغرر منه سيكون الرئيس القادم لإيران، ولكن الأكبر من هذا الموضوع هو يتعلق بقرار خامنئي للدخول للمفاوضات للجانب الغربي في موضوع الاتفاقية النووية، وكل شيء الآن بيد علي خامنئي، والأوروبيين يعرفون جيدا هذا الموضوع. ما رأيك دكتور رامي؟ أي انتظار أو تريث أوروبي لحين اتضاح صورة الفريق الجديد في طهران الصيف المقبل؟ هل هي مقاربة في محلها؟
لا أعتقد ذلك، وأتفق تماما مع ضيفك بأن لا توجد هنالك مراهنة على الأقل على المستوى الأوروبي في على طبيعة الرئيس والمؤسسة التقليدية الموجودة في طهران، إنما التركيز على المرشد الأعلى علي خامنئي باعتباره هو الذي يمسك بكافة خيوط اللعبة وبمفاصل السياسة الخارجية. هنالك تعلم من درس سابق إذا شئت، خصوصا في عهد الرئيس خاتمي، حيث كانت هنالك مراهنة سواء من دول المنطقة أو حتى من قبل الغرب بأن هنالك تغييرات سوف تطرأ على السياسة الخارجية وحتى على السياسة الداخلية فيما يتعلق ملفات كحقوق الإنسان وغير ذلك، ولكن هذا الأمر لم يحدث، وبالتالي لا أعتقد أن الأوروبيين عموما وكذلك الأمريكيين سوف يلدغون من نفس الجحر إذا شئت. ولكن دعني أشير إلى نقطة وجئت على ذكرها إذا سمحت، فيما يتعلق بسياسة الإدارة الحالية، هل ستكون هذه الإدارة هي إدارة أو فترة رئاسية ثالثة إضافة إلى فترة أوباما، أم سوف تكون إدارة جديدة وفقا لمعطيات جديدة باعتبار أن العالم تغير؟ إذا ما عدنا إلى تصريحات السيد جو بايدن فهو يقول بشكل واضح أن هنالك إدارة جديدة، هذا يعني أن هنالك مقاربة مختلفة لكافة الملفات ومنها الملف الإيراني، وبالتالي ذلك التفاؤل الإيراني من أن هنالك إمكانية للعودة إلى فترة رئاسة أوباما باعتقادي أنها تفاؤل في غير محله وتفاؤل بشكل مبالغ فيه. هنالك نقطة ثانية أيضا، ومن الانتقادات التي وجهت للإدارات السابقة حتى إدارة ترامب أنها لم تفعل شيئا للشعب الإيراني الذي عانى خلال الثورة الخضراء وخلال الثورات اللاحقة، والسيدة هاريس نائبة الرئيس تركز على هذا الملف بشكل كبير، وبالتالي باعتقادي ليس صحيح هذه الرؤية الإيرانية بأنها انتصرت على ترامب، لأنه في نهاية المطاف الإدارة الجديدة لديها انتقادات وأعتقد أنها سوف تنتهج سياسة مختلفة حتى عن ذلك التصور الموجود حاليا في وسائل الإعلام من أنها سوف تكون أكثر قربا من الجانب الإيراني، باعتقادي أنها ربما لن تنتهج سياسة ترامب ولكنها سوف تنتهج سياسة سوف تضغط من خلالها على النظام الإيراني. لكن ماذا عن الرؤية الأوروبية دكتور رامي؟ منذ خروج ترامب من الاتفاق النووي ظلت أوروبا تلعب دور التهدئة والاحتواء والدفاع عن هذا الاتفاق، إلى أنه الأيام والأسابيع القليلة الماضية يعني لمسنا تغيير في النبرة الأوروبية وفي التوجه الأوروبي تماما. ما الذي إذا جاز القول أفاض كأس الصبر الأوروبي على طهران فعلا؟ 80% من الموقف الأوروبي خلال سنوات عهد ترامب لا يتعلق بالموقف من إيران بالدرجة الأولى، ولكن يتعلق بالموقف من واشنطن، الموقف من الإدارة الأمريكية. رفضت أوروبا وبشكل كبير أن يتم صياغة القرار بمعزل عنها، بمعزل عن التفاوض معها، أن يكون هنالك قرار أمريكي يفرض على الجميع، وهذا ما عمد إليه الرئيس ترامب خلال الأربع سنوات الماضية، وهذا ما رفضته أوروبا سواء فيما يتعلق باتفاقية المناخ أو الاتفاق النووي أو غير ذلك. وبالتالي تلك السياسة الأوروبية مستقلة ما بين ظفرين لم تكن محاباة لإيران قد بقدر ما كانت معارضة للتوجهات الأمريكية حتى في ملفات أخرى منها الناتو على سبيل المثال، التجارة ما بين ضفتي الأطلسي وغير ذلك. الآن عندما جاءت إدارة تتوقع أوروبا وهي متفائلة سواء على مستوى الطبقة السياسية أو على مستوى القادة الأوروبيين متفائلة بأن بايدن سوف يعيد السياسة الأمريكية ليس إلى عهد أوباما ولكن إلى السياسة الأمريكية التقليدية التي تراهن على التحالف ما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي في هذه الحالة يمكن أن تقترب الولايات المتحدة الأمريكية من أوروبا، والعكس صحيح بمعنى أن القادة الأوروبيين سوف يقتربون من الرؤية الأمريكية لمجمل الملفات روسيا سوريا إيران وغير ذلك. أيضا وما أشرت إليه صحيح إلى حد بعيد أن هنالك عدم ثقة بالجانب الإيراني، أولا لأن هنالك عمل على مجموعات إرهابية تعمل في الداخل الأوروبي، وجاء وكما جاء في التقرير هنالك بعض الاتهامات لعناصر من الحرس الثوري بالتخطيط لهجمات إرهابية تستهدف المعارضة الإيرانية، أيضا الجريمة المنظمة، هنالك تعاون على المستوى الأوروبي، كل ذلك يدفع إلى صياغة موقف أوروبي أقرب للولايات المتحدة الأمريكية أكثر تشددا من السنوات الماضية، ولكن الأمر متعلق بالموقف من واشنطن أكثر منه من الموقف من طهران. سيد حسن، هذا التقارب الأوروبي الأمريكي وهذا الحديث لدى أصوات عديدة عن مرحلة ما بعد 2025 كما أشرت بما يتعلق بالبرنامج النووي، الحديث المتصاعد كذلك عن برامج الصاروخ الباليستية أدوار طهران الإقليمية، هل جلست كل هذه الأطراف للخوض في هذا الملف؟ هل في النهاية وفي الختام نصل فعلا لاتفاق جديد؟ نعم، هذا ما يطلبه جو بايدن وأيضا الأطراف الأوروبية. أنا أعتقد أن إيران الآن غاب غوصين إلى الوصول إلى القنبلة النووية. هناك وفقا إلى تقرير الوكالة مخزون اليورانيوم
ارتفع 12 مرة أكثر من اللازم. هناك لديها أجهزة جديدة من الطرد المركزي، مفاعل أراك الآن تفعل ليلا ونهارا، وأيضا حتى فعلوا موقع فوردو. لذلك هذه خروجات كبيرة حدثت، والإشارة أن تأتي من الوكالة وليس من دولة لديها سياسة معينة تجاه إيران. الوكالة تقول أن إيران خرقت كل بنود الاتفاقية بهذه الأعمال وبهذه الأفعال. لذلك على الأوروبيين أن يتحركوا، يتخذوا موقف متشدد ضد النظام الإيراني. الآن بعد صراعهم الطويل مع ترامب، ترامب غير موجود، وهناك إدارة جديدة موجودة في الولايات المتحدة تريد أن تتعاون معهم وتريد تأخذ نقاط مشتركة وسياسة مشتركة تجاه إيران. لذلك الآن تركيز الأوروبيين على موضوع إيران والملف النووي وعدم تخطي بنود الاتفاقية، وخاصة إلى ما بعد 2025. الهدف من الاتفاقية كان هو حد النظام الإيراني من الوصول إلى القنبلة النووية. الآن كل التقارير تقول أن إيران أصبحت غاب قوسين للقنابل النووية. لذلك هناك قلق كبير الآن في الاتحاد الأوروبي، وأيضا قلق كبير في الولايات المتحدة على النظام الإيراني أن يخضع إلى الضغوط الدولية للإبعاد عن موضوع القنبلة النووية. وأيضا أوروبا والولايات المتحدة، أقصد جو بايدن، صحيح وينتقد ترامب، وأيضا الأطراف الأوروبية انتقدت ترامب، ولكن ترامب صنع لهم وسيلة. الآن هذه الوسيلة موجودة بيد الأوروبيين وبيد جو بايدن للضغط على النظام الإيراني لأجل الوصول إلى اتفاقية جديدة تضمن مصالح أوروبا وتضمن مصالح أمريكا وأيضا تضمن مصالح دول المنطقة. دكتور رامي، مفوض السياسة الخارجية الأوروبي سيد جوزيف بوريل يقول بأن اتفاق 2015 قد يحتاج إلى تغييرات، ولسنا ضد فكرة تعديله وتوسيعه. طب هذا التغيير والتعديل والتوسيع لا يفضي في المحصلة إلى اتفاق جديد؟ هل تعمل جميع الأطراف الأوروبية الأمريكية الآن على الوصول لاتفاق جديد لكنها لا تقر بذلك فعلا؟ هذا الأمر مرتبط بالموقف الأمريكي على وجه التحديد. حتى الآن لا نعلم على وجه الدقة واليقين ما هو الموقف الأمريكي، وإذا ما كان سوف يعود وفقا لمفاوضات، وما هي الشروط الأمريكية الجديدة. لا بل أن الأمر ليس مطلق اليدين في يد جو بايدن، ولكن أيضا مرتبط بالانتخابات القادمة على مستوى الكونغرس، لأن الكونغرس ربما يعرقل جهود الرئيس بايدن حتى فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. وبالتالي يجب علينا الانتظار قليلا حتى يتبين أو تتبين ملامح سياسة بايدن من جهة، وأيضا من جهة أخرى الكونغرس وتركيبته وتشكيلته، لأن ذلك سوف يؤثر في القرار الأمريكي. طبعا الاتفاق الجديد مرتبط بما ما نعنيه بالاتفاق الجديد. إذا كانت تعديلات ضمن الاتفاق النووي، باعتقادي أن إيران سوف تذهب في هذا الاتجاه، تعديلات حول المدة الزمنية للاتفاق ربما تتجاوز 2025، ربما أيضا كميات اليورانيوم المخصب وما إلى ذلك. ولكن إذا كان الاتفاق تضمن جوانب أخرى في السياسة الإقليمية لإيران، سواء البرنامج الصاروخي، سياسة إيران في المنطقة، حتى الآن إيران ترفض الحديث وترفض التفاوض في هذه الملفات. وبالتالي إذا أصر الغرب على أن يكون التفاوض يشمل هذه الملفات، باعتقادي أن ذلك سوف يؤدي إلى مفاوضات أو حتى ضغوط كبيرة سوف نشهدها خلال الفترة القادمة. لذلك يمكن القول أن الصورة ليست واضحة، ولكن أوروبا تستعد لفترة جديدة في السياسة الخارجية تكون أكثر توافقا مع واشنطن، وربما يضغط الطرفان على الجانب الإيراني. أخيرا سيد حسن، وسط كل هذا الحديث السياسي والدبلوماسي، طهران على الأرض تمضي لضرب الاستقرار في المنطقة، للهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية في السعودية، كذلك محاولة تعطيل الملاحة في البحر الأحمر. ما الرسائل وراء ذلك في ضوء كل هذا المناخ السياسي القائم؟ أنا أعتقد طهران تريد في الدرجة الأولى تتفق مع الإدارة الأمريكية حول سوريا، وفي المقابل تحصل على نقاط في موضوع السعودية وموضوع اليمن والعراق ولبنان. هذا هو هدف النهائي للنظام الإيراني والسياسة الخارجية المبطنة الآن في داخل إيران. إيران
يعني هناك هجمات واضحة ضد القوات الإيرانية وفيلق القدس في سوريا من قبل إسرائيل. إيران لم ترد على هذه الهجمات وهناك ضغوط كبيرة. ربما نشهد هناك تغييرات أساسية في سوريا من قبل النظام الإيراني، وإيران تعطي هذه النقطة عندما تدخل للمفاوضات مع الجانب الأمريكي وتتخلى عن سوريا المقابل ضمان لبقائها في اليمن، في العراق، في لبنان ومكانات أخرى. هذه هي الخطوط العريضة المرسومة في داخل إيران، ولكن هناك ائتلاف أيضا موجود وتبلور بشكل قوي في داخل المنطقة، وهذا الائتلاف أيضا لديه مطالب وسيضغط من خلال هذه الأهداف وللوصول إلى هذه الأهداف. لذلك بتقديري أنا هناك سيكون صراع جدا قوي بين الجانبين حول ما سيحصل في المنطقة وحول الدور الإيراني المخرب في المنطقة. ولكن هناك نقطة مهمة أريد أضيفها، النبرة الموجودة الآن في داخل إيران والتصريحات التي رأيناها من علي خامنئي، من حسن روحاني، من جواد ظريف وزير الخارجية، من قيادات الحرس، تقول بأنهم كأن طووا الصفحة الماضية، طووا صفحة ترامب ودخلوا في صفحة جديدة. هذا النظرة المتفائلة داخل إيران من قبل القيادات لديها مؤشر واضح بأن إيران تريد أن تتفق مع جو بايدن، تريد أن تدخل في اتفاق مع جو بايدن. صحيح. شكرا جزيلا لك، وقت نقاشنا لهذا المساء انتهى تماما. من واشنطن عبر سكايب السيد حسن هاشميان المتخصص بالشأن الإيراني، من باريس الدكتور رامي خليفة العالي أستاذ الفلسفة السياسية، شكرا جزيلا لكما. بهذا وصلنا لختام حلقة هذا المساء، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.